السلام عليكم، أنا فارس أحمد بكيت، طالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة. والنهاردة هعرض برنامج Virtual Machine GUI اشتغلت عليه خلال الأسبوع اللي فات تحت إشراف دكتور محمد الرملي. والسورس كود بتاع ال Virtual Machine أو ال GUI موجودين بالكامل على جيت هاب، license open source اللي هي الجنو جنرال بابليك لايسنس، يعني هو فري سوفت وير ممكن تنزل سورس كود تعدل عليه تستخدمه بالطريقة اللي تعجبك. وكمان اول ما تدخل هنا في الجيت هاب بتاع البرنامج اللي هو جيت هاب على github.com/faresbkit/vol-sim، هتلاقي او بتدخل في الريدمي في لينك لللايف ديمو بتاع البرنامج. يعني لو فتحنا اللينك ده دلوقتي هنلاقي ان البرنامج بالكامل شغال في البراوزر من غير ما نحتاج ننزل اي حاجة على الجهاز بتاعنا. ودي بصراحة من الحاجات اللي انا فخور بيها اني قدرت اعملها، اني بدل ما البرنامج كان ما بدأت انا اشتغل عليه وخلصته بالكامل، هو كان بيشتغل بس على الديسكتوب وجربته على لينكس وويندوز، عملت بورت البرنامج بالكامل للبراوزر عن طريق ويب اسمبلي، وكل الفانكشناليتيز والاوبشنز اللي موجودة في نسخة الديسكتوب من البرنامج هي نفسها بالظبط اللي موجودة على البراوزر. و لو ممكن دلوقتي نعمل run للنسخة بتاعت اللينكس، فنعمل نتأكد بس ان عندي احدث نسخة من البرنامج ونعملها run، الاقي ان هو البرنامج فتح معانا اهو في ويندو جديدة. وده كده هو كده شغال application على اسف ابلكيشن على لينكس عادي جدا. ده غير نسخة البراوزر. وكمان هو مش بس البرنامج ينفع يشتغل على البراوزر في الديسكتوب، هو كمان ممكن يشتغل على اي موبايل. يعني هحط دلوقتي فيديو للفيرتشوال ماشين بالكامل وهي شغالة على موبايل عن طريق كروم في الموبايل ده، تمام. و يعني اتكلمنا كتير عن التفاصيل مالهاش علاقة بين الفيرتشوال ماشين او الجي او اي نفسه، بس يعني حبيت اتكلم عن الموضوع ده، ان يعني عرفت اني البرنامج من انه يشتغل على مش بلاتفورم او اتنين، لا البرنامج يشتغل على 4 بلاتفورمز اللي هو ويندوز ولينكس ماك او اس، وكمان تقريبا كل البراوزرز اللي بتدعم ويب اسمبلي، تمام. وعايز دلوقتي اعرض حاجة كمان في الفيرتشوال ماشين جي اي اللي انا عملته، هي instruction جديدة انا سميتها instruction draw. instruction draw دي من اسمها بتعمل draw في canvas موجودة في ال GUI، موجودة في زي window جوه ال GUI. ال canvas دي بيتطبق فيها الاوامر بتاعت instruction draw. يعني دلوقتي لو عملت draw كل instruction draw بتاخد x و y coordinates وبتحط زي نقطة في المكان ده. دلوقتي اخدت x و y coordinates واخدت او عملت load ال x و y coordinates ده من اللوكيشن ده في الميموري اللي هو cc. هننزل تحت هنلاقي cc ده موجود في اسف سي سي ده موجود فيه 0A واللي بعديه موجود فيه 0A، فده كده بيعبر لنا عن اكس واي كوردينتس اللي هي 10 و10. وبعد كده بعمل instruction draw كمان
instruction draw اللي بعديها بتعمل لي draw للاين، وهكذا لحد ما البرنامج يخلص. وممكن برضو نعلي السبيد بتاعت ال instructions per second على اساس يعني نخلص البرنامج اسرع، او نخلي البرنامج يعمل run للستبس بشكل ابطأ. وكمان هنلاقي على اليمين هنا الريجسترز، وتحتيها المين ميموري بالكامل من ادرس 0 لحد ادرس 255، والفاليوز اللي متخزنة جوه ال قصدي اسف الفاليو اللي متخزنة جوه الادرس ده الريبريزنتيشن بتاعها بالهكسديسمال والباينري فلوتنج بوينت نمبر اللي هو اي تريبل اي 754، بس مش 32 بت زي السبيسيفيكيشن بتاع الاي تريبل اي الاصلي. الريبريزنتيشن ده بيبقى 8 بت بس، عشان الوورد بتاعت الماشين بتاعتنا هي 8 بت. تمام. وفوق برضو الريجسترز اللي هما 16 ريجستر، وال الهكس ديسمال ريبريزنتيشن بتاعت الفاليو متخزن في كل ريجستر، والباينري وفلوتنج بوينت نمبر كمان. تمام. وهنلاقي على الشمال خالص الانستراكشن اديتور، وده برضو من الحاجات اللي انا مبسوط جدا اني عرفت اعملها. ان هي لو دلوقتي انا شغال بكتب انستراكشنز للفول ماشين، فانا كديفلوبر للفول ماشين محتاج ابقى عارف الانستراكشن دي بتعمل ايه على طول، بدل ما ابص في البي دي اف بتاع اللي فيه السبيسيفيكيشن بتاع الانستراكشن بتاعت الماشين ده. فنشوف عملي دلوقتي، نكتب مثلا 2 0 ومثلا 55، فلقينا ان instruction load constant اللي بيتعبر عنها باتنين، فعملت copy paste string 55 اللي هو موجود في ال operand 3 و 4 في ال instruction. فبيقول لي بيشرح لي يعني ال instruction اللي كتبتها دي عملت ايه، copy paste string 55 to register 0، وزيرو ده اللي هو الاوبرند 1 هنا ممكن نغيره هيبقى 5 9 وهكذا. وهنلاقي برضو اي حاجة بنعملها في الانستراكشن اديتور بيترفلكت عليها جوه المين ميموري. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا كتبت 29 في السيل 00، وبعد كده كتبت 55 في السيل 01. لو بصينا في المين ميموري تحت على اليمين هلاقي ان 00 اتخزن فيها فعلا 29، و 01 اتخزن فيها فعلا 55. ولو احنا شغالين بفلوتنج بوينت نمبر هيظهر لنا على اليمين خالص هنا الفلوتنج بوينت نمبر ريبريزنتيشن بتاع الرقم اللي احنا حطيناه. كويس. فمثلا ممكن نعرض مثال بسيط على الاديشن، حاجه بسيطه خالص. مثلا نقول صفر هنعمل فيها لود لاتنين، وبعد كده هنعمل لود في ريجستر 1 لتلاتة، وهنجمع التو ريجسترز ونخزن الناتج جوه الريجستر التاني. وطبعا ده كله توس كومبلمنت الاديشن، بمعنى ان هو بيوصل ل 127، وبعد كده الرقم اللي بعد كده بيبقى سالب 128 سالب 127 وهكذا. فنعدل البروجرام كاونتر من الويندو بتاعت الكنترول، نخلي بروجرام كاونتر 0، نعمل run one instruction، هنلاقي ان ما عملنا run لأول instruction هنلاقي ان الويندو بتاعت الريجسترز اتغير فيها فعلا، بقى register 0 جواها الفاليو 02. وبعد كده نعمل run instruction اللي بعديها instruction التانية اللي هي قصدي instruction التانية ايوه، خلت register 1 في 03، و instruction addition خلت register التاني as expected ان جواه 05 2 زائد 3. ممكن برضو ناخد مثال على ال floating point addition. فمثلا هنعمل
2-0 هنحط فيها اعتقد كان سي ممكن اأكد اللي انا بقوله ده عن طريق المين ميموري. ف سي سي بنيجاتيف 0.75 ماشي، ده اللي انا فعلا عايزه. بعد كده خلي ريجستر 1 جواه مثلا بي 8، فهنلاقي ان الميموري عند 9 جواها نيجاتيف 0.25، فجمع الاتنين دولت اكيد بنيجاتيف 1. عايزين نشوف الناتج ده هو بيطلع لنا بقى، نقول فلوتنج بوينت اديشن 6210، ونعمل بقى اكسكيوشن ران انستراكشن بقى جواها نيجاتيف 0.75 نيجاتيف 0.25، والناتج بتاعنا نيجاتيف 1 شغال زي الفل. زي ما انا قلت في اول الفيديو، الماشين موجودة بالكامل على اللينك ده اللي هو farisbkit.github.io/volsim. ممكن برضو تدخل على الجيت هاب الاول وتفتح الفيرتشوال ماشين في ويندو جديدة، او ممكن تكتب اللينك ده وممكن تجرب الماشين بالكامل من غير ما تحتاج تسطب اي حاجة على الجهاز بتاعك. ممكن بقى تجرب كل الانستراكشنز اللي انت حاببها، يعني في انستراكشنز كنت عايز اعرضها برضو زي الجامب وانستراكشن الستور، والستور اللي بتاخد حاجة من الميموري، الجامب اللي بتعدل في بروجرام كاونتر، والموف وكذا انستراكشن تانيين. بس عشان وقت الفيديو ما يطولش وبس كده، شكرا جدا يعني انك انت او انتي كملتوا الفيديو للاخر، وشكرا، سلام.